السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اللي تختار الموضوع وهو يكتب لك مقالة عنه. فممكن مثلا هنقول له اكتب لي عن الـ Artificial Intelligence، وبعد كده نوع المقالة اللي هتتكتب، ماس بروبليم ولا نظرية ولا ايه بالظبط. فبتبدأ تختار، وبعد كده بتقول مثلا كام صفحة وكم كلمة، وممكن تختار بقى هل هي في ال لايف ساينس ولا في المانجمنت، ولو في أي ملحوظة ممكن ترفع له ملف فتساعده في كتابة الملف اللي أنت عايزه. فيبدأ يكتب لك المقالة وبيقول لك لو انت عايز حاجة افضل فالمفروض ان انت تأجر او تخلي حد يعمل لك الملف دوت بفلوس طبعا. فهو عمل الصفحتين، تعال نبص عليهم. هو مخدش وقت الصراحة. اقول له افتح لي بقى ملف الوورد، او كتبها لي بالشكل دوت. طبعا انت المفروض بقى تغير اسم ال student name، اسم الطالب اهوت، ودي الريفرنس. فدي حاجة ممتازة جدا. طبعا upgrade هيعمل لك عدد صفحات اكتر، لكن لازم تعمل شيك وراه تأكد ان فعلا الكتب دي موجودة ولا لا. يعني اي موقع من المواقع حتى لو مأجر شخص حقيقي لازم تعمل شيك وراه عشان ما تلبس في الحيطة. في برضو ادوات خاصة بالبلاجريزم عشان تتأكد ان نسبة الحاجات اللي منقولة قد ايه من مقالات تانية، في تلخيص، في يبتكر لك نظريات، في ان هو يتاكد لك ان مفيش اخطاء املائيه. ففي حاجات كتير جدا موجوده في قلب الموقع دوت هتسهل عليك الشغل. فجربه كده وقول لي ايه رايك فيه. طبعا هنا هاير اديتور بتبدا تختار حد متخصص يكتب لك المقال.